13 مواصلة معكم المشوار إن شاء الله حتى شمس نهار 11:39. أهلا وسهلا بكم أنتم اللي تسمعوا فينا على الموجات متاعنا في حمامة زغوين سوسة المستير والمهدية، وإلا زادة مرحبا بالناس اللي تبع فينا في تونس الكل. مازلنا مواصلين معكم في أخبار الساحل توتسويت. أخبار الساحل في زوم 73. أخبار الساحل باش نعملوا متابعة لموضوع الأم اللي قاضي الأسرة حكم باش أنه ينحي لها الوليد من حضانتها ويحطها في مركز رعاية الأطفال ولا الصغيرات هذوما. بسمات اليوم تحتج على القرار هذا وتقول أنه ولدها مباع وإلا اتباع بقيمة 200 مليون. ما مدى صحة هل الموضوع هذا؟ خلينا نشوفوا ساعة الرواية اللي عند بسمات منين سمعت كيف فاش وصلتها الاخبار هذه. صباح الخير ومرحبا بسمات. عسلامة، عايشك. اهلا بك، يعايشك. مرحبا بك، مرحبا بك على موجتي ذات نجمة فام. دونك بسمات، احنا شفنا الحمله اللي موجوده على الفيسبوك، هاشتاج رجع جود، هاشتاج رجع ولد بسمات. الوليد اليوم قاعدين نشوفوا في تصاور وزاد كيف كيف على مواقع التواصل الاجتماعي مع عائله اخرى، مع ام اخرى وبو اخر، ماهوش في تونس، خرج من تونس. هذا انت في بالك به الموضوع هذا ولا هذا كله في بالي به انا؟ وكله انا وحدي لازم تحصل عليه، معناتها مساعدة الناس معناتها تتبع فيها من بعيد، لا اعلاميه ولا حتى شيء، معناتها تتبع فيها من بعيد. كل مره نوصل الخيط هما يسيدي يكملوا يوصلوا معايا. عرفت من المضمون اول حاجه، بعثت لصاحبتي معناتها عدد الرسم واحد باش خرجت لي مضمون ولدي جديد، خاطر امبوسيبل تخرجوا الا هي تخدم في البلديه. شنو مضمون ولدك الجديد؟ هو من الاول عنده مضمون فيه الاسم ولقب هكا ولا؟ لا، ما بعد التبني باش يبدلوا اسمه بطبيعه. معناها انت اليوم ولدك تبدلوا تبدل اللقب نتاعو، تبدل اسمي انا، تنحى من المضمون وحطوا تمام هما واسمه جست قعد جود ولا جود رضا ستاندر. شفت انا من التيكا بعد ذيك دخلت، ما عرفش كيفاش جاتني بوبليكاسيون من طفله قالت لي راني نعرف الصميم تاع ولدك، بعثت لي بروفيل امراه. مشيت البروفيل هذايا المرأة نلقى عندها 5 سنين، معناتها ملي عملت الكونت قعدت نبعث في الدوبونديت للامي معاها، فهمتني؟ وصلت الواحد قريب منهم في الفامية على الاخر على الاخر وفي باله بالحكاية كلها، وتجاك بعثت الدوموند نلقاه هو اصلا حاب يحكي معايا غير ما وصلنيش مساجاته. هذايا قريب العائلة اللي استبنت ولدك؟ هذايا قريب العائلة، اي قريب العائلة. وصل لي برشا مواضيع كيما شنو؟ كيما شنو؟ كما ولدي خذوه برشا فلوس وهبطوا على خاطر هو، مشاو هزوه من المهدية ما هزوهوش من تونس. شوية بسمات، بشوية بشوية، خذوه برشا فلوس من عند شكون؟ يا اخي نحن نحكيو على سلعة، لأن نحكيو على بشر، نحكيو على وليد. من عند شكون خذوه برشا فلوس؟ من المندوب اللي هز تليفون وكلمهم في المهدية، قال لهم اجاو هزوا الطفل هاو لهنا، معناتها جاو من المهدية هزوه، ما جاش ما خليهمش يتبعوه حتى اللي يوصل لتونس ويتبعوا البروسيدور كما هي من الاول. بس سمعت احنا في اخر مداخله ليك معانا، انت في اخر مداخله ليك معانا قلت اني انت موجوده في تونس تلوج على ولدك في اس او اس قمر، صحيح ولا؟ صحيح. دونك انت وقتها ولدك ماهوش في اس او اس قمر؟ ماهوش في اس او اس قمر، يبعثوا فيا كل مره البلاصه ما مش حابين يقولوا لي ولدي خرج. ما خرجش الطول ما خرجش حتى واحد فيهم من المسؤولين قرر ولد اخرج، ولا هو حكم التبني، ولا جاو شوفوه، ولا ها وقتاش صار التبني، ما خرجش حتى واحد وما تكلم حتى واحد فيهم. انت العائله كان جات امورها قانونيه، معناتها البروسيدور كل عملتها قانونيا، مستحيل تخبي وجهها لتوا، تقول الصغير عندي اموري قانونيه، فماش علاش تخبي وجهها، معناتها وصلت بروفيلاتهم الكل، نحكي معاهم انا والتوينتر الكل، خرجوهم وديزاكتيفيو الكونتات نتاعهم، فهمتني؟ انت تحكي على حاجه خطيره راهو اليوم قانونيا يخرج يحكي، راهو يا بسمات تحكي في حاجه خطيره جدا وقت اللي نحكيو على بيع وشراء في مولود، بيع وشراء في رضيع. معناها العهد هذا وفي ولا سي، نحكيو على 200 مليون. انا قلت انا كيف سمعت الكلام الطفل هذايا صدقت راني، اما خليته في قلبي قلت لي نسمع موضوع اخر. قال لي إيه انت عندك المؤيدات على الموضوع هذايا؟ عندك ما ياكد لي الوليد تشري 200 مليون؟ ما عنديش هذاك المشكل، الناس راه كيما هكا، الناس حشت كيما مسخه كيما هكا، راهي ما تنجمش تخلي بريف وراها. مستحيل يخرج واحد يقول لك انا خبيت رشوه من فلان باش البريف اللي اكثر بريف، معناتها اللي هما ما خلاوش البروسيدور تمشي في عقلها وتوفى في عقلها. ولدي انا خرج 2 اكتوبر اداء نهائي، نهار 24 سبتمبر خرج معاهم لفرنسا، وهذايا عندي ونجم اي واحد يخرجوا، معناتها المحامي ولا اي واحد. كيفاش خرج معاهم لفرنسا؟ بال فيسا طلعوا له باسبور؟ طلعوا له باسبور؟
الله اعلم شو نقول لك. نهار 2 اكتوبر ولدي اداني يعملوا له، نهار 24 سبتمبر خرج لفرنسا، ومن وقتها من 2 اكتوبر حتى ال 24 تقريبا 3 شهور تقريبا 3 شهور اوراقه حضرت في 4 شهور. واش معناتها كيما انا كاني انا باش ناخذ من عندك تليفون بالكونترا، نخلي لك التليفون وتعطيني الفلوس ونقول لك الكونترا تلحقه لك، فهمتني؟ هذاك هو اللي صار بالضبط. كيفاش باش ننجم نثبت هذا كله؟ انا ما نجمش، وحتى واحد ما فيهم باش يخرج يقول لك كاي، فهمت؟ قرا فما رشوه. دونك انت اليوم شكون تواجه الاتهامات هذيا الكل؟ شكون اللي نجم يعمل؟ اكثر حاجه للمندوب، مندوب نتاع المهديه، مندوب الجهوي لحمايه الطفوله، هذاك اكثر واحد عمل لي مصايب. واكبر واحد في الاول. انت حاولتش تتواصل مع مندوبيه حمايه الطفوله لهنا؟ حاولتش تتواصل معه هو شخصيا مندوب الطفوله؟ انا ما نكلموش. ما تكلموش بس مات انتم اصحاب وتعاركتوا، ما تكلموش. هذا ولدك في الميزان راهو. ما نجمش نكلمو. انا تمشي انت على عين المكان باش تشوف ولدك. يجي بسيني كل يوم شفتيه. انا كنت راهو انا بسيني بيه، وكان هو اللي يمنع فيها لولدي. انا ما مشيش نزوره، وكان يمنع فيها بجمعه جمعتين نمشيش نزوره ولدي. حتى يقول لي ليه سكر عليا الباب، يقول لي ليه برا مشي يضرب روحك، جيب لنا كنت راه دار وخدمه. ولدي كيفاش خليني وما نمشي نشوف ولدي؟ لا فهمت، نمشي نلوج على ولدي، لا فهمت نتوحش ولدي، لا فهمت نمشي نشوف ندبر دار وخدمه. بي انت اليوم ندائك لشكون بسامات؟ لشكون توجه النداء نتاعك؟ ما عرفتش شكون اللي نحكي معاه. انا مخلي محامي وحده خاطر مانيش فاهمه. كان جيت نفهم راني ما نوصلش للحاله هذه. انا كان جيت نفهم المواضيع هذه كل خرونار من كل خرمه، ما نوصلش للمواضيع هذه. بوجود معناها اكيد راهو سمع بالموضوع هذا، ما حاولش حتى يتصل بيك؟ ما سمعش. ممكن راه وصل ولا ما وصلش اصلا لايطاليا، ما تعرفش عليه. انا مش مشكلتي هذاك. انا توا انا ولدي انا جبته وحرب رجع ولدي، رجع ولدي بقتل مواضيع اخرى، فهمتني؟ فهمت. الحمد لله عمل لي توا هو عند عائله هاربين بيه، وبورتون برشا اتهامات وصلت له برشا. واحد اكثر بلادي هما غاصبين وما تعملش برشا في عقلها. نورمالمون معناتها غاصبين حاجه معناتها بالقانونيا اخرج. كان سرقوهم في دار معناتها واحد هو القانونيه، رفضوا لا تظل لو اخذوا البروسيجير كيفاش صارت هذوما البروسيجير كيفاش صارت. واضح. معناها انت اليوم المشروع الاجتماعي معناتها مش لما غاديين يوريوني التبني كيفاش صار، في اي مده صار، كيفاش صار، ولا كيفاش صح عليهم. هذا الكل من حقي انا نعرف. واضح. حقي نعرف من حقي نرجع ولدي. واضح. شكرا لك بسامات على المداخله معنا لليوم. ان شاء الله ربي يرجع لك ولدك سالم ويرجع لحضنك وتفرح به. اكيد نتمناو كان الخير اللي كنتي وللولايه زاده وين ما يكون. 11:47 دقيقه. كل يوم تسمع غريبه في 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 بلادنا، كل يوم تسمع بالحق حاجه جديده اللي تخليك ما تلقاش متعلق. 11:47 دقيقه. خلينا نمشيو للموسيقى ترتيحه صغيره وراجعين من جديد. لزوم 73.